إذا طلب الأعزاء، في المحاضرة السابقة قمنا بشرح استخدام المرادفات المزدوجة أو المزدوجات الكابلينجز، وتعرفنا على أسباب استخدامها، وأعطينا أمثلة عملية لاستخدام هذه المزدوجات، وقلنا لازم نعطيها مرادفين عربيين إلا إذا استحال علينا أن نفعل ذلك فنستخدم مصطلحا واحدا كما هو ظاهر في المثالين اللي موجودين على الشاشة أمامكم. وتكلمنا عن استخدام أور وأند وهذا التركيب شائع في اللغة الإنجليزية. الآن ننتقل إلى استخدام تراكيب مش مزدوجات ثنائية بل تزيد عن ذلك. في بعض الأحيان بيتم استخدام سلسلة مفردات للتعبير عن ذات المعنى لنفس الأسباب اللي ذكرناها سابقا، إنه في تشكيك في بعض الكلمات ومن أين جاء مصدرهم. فعشان هيك بيستخدموا سلسلة كلمات مش بس ثنائية زي made and written، ولا زي by and between، بيستخدموا 3 كلمات. هدول المثالين اللي أمامكو، على اليمين في عندي مثال لاستخدام 3 كلمات بيعطوا نفس المعنى، وفي السلسلة الرباعية على الجهة الشمال في 4 كلمات. يعني البعض يراهم إنه بيأدوا نفس المعنى، لكن في بعض الأحيان بيستخدموهم عشان يحصروا المعنى المقصود من جميع جوانبه لوجود اختلاف طفيف جداً في معاني هذه الكلمات. فتعالوا نشوف إيش اللي أنا بقصده بهذه الأمثلة. أول حاجة السلسلة اللي على اليمين سلسلة مفردات ثلاثية، بيقول لي the first party الطرف الأول، here under يعني under this contract بموجب هذا العقد، is desirous to give يعني راغب في إنه to give bequeath and devise his property، يريد أن يهب يعني يعطي شيء بدون مقابل، his property to the second party here too، second party الطرف الثاني to this contract، لأنه here too حكينا معناتها to this contract under here under under this contract. فمعناها بصير بالعربي هيك إنه الشخص الأول يريد أن يهب، كلمة يهب أعطاها 3 مفردات to give, bequeath, device، لأنه يشك في أنه كلمة bequeath و device أصلهم من الفرنسية القديمة، وكلمة give لوحدها هي من الجذر الإنجليزي القديم، أما الفرنسي القديم هي كلمة bequeath و device. فعشان هيك استخدموا 3 مفردات هذه لنفس الأسباب اللي ذكرناها قبل. إذن كلهم جاءوا بمعنى يهب، ولا تثريب عليك لو انت بدك تترجم ال3 كلمات بكلمة واحدة هان، لأنه مش هتلاقي كلمات قريبة جدا أو كلمات متعددة وتكون قريبة، ممكن بس يعطي ويهب، لكن أكثر من هيك تجيب لل3 مع بعض 3 كلمات صعب. يعني بالكتير ممكن كلمة واحدة تختصرها بكلمة يهب، أو ممكن تقول يعطي ويهب يكونوا كلمتين مقابل ال3 كلمات الإنجليزيات. الآن مشكلتي مش مع هذه السلسلة، مشكلتي مع السلسلة المفردات الرباعية اللي موجودة على السايد الشمال هنا. لما بقول this agreement may not be، لا يمكن يعني لا يجوز إيش altered من فعل alter يعدل، يعني amended برضو يعدل، changed يعدل أو يغير، modified برضو يعدل أو يغير، unless and until، طلع unless and until هذه من ضمن الكابلينجز المزدوجات، unless until the same shall be agreed in writing and signed by the party to be charged. الآن أنا ليست مشكلتي مع كل اللي بالأسود، مشكلتي مع ال4 كلمات اللي استخدمهم هنا المترجم كمترادفات يريد أن يعني يحصر من خلالها المعنى الذي يريده.
المعنى اللي بده يريده انه هذا العقد لا يمكن تعديله ما لم يكن هناك موافقة خطية مسبقة من الطرف الثاني. فبدل ما يقول كلمة يعدله راح استخدم أربع كلمات تفيد التعديل: altered, mended, changed, modified. يعني هذا التركيب مستخدم لتغطية يعني بالنسبة له التركيب العشمال قال لي هذا تركيب بغطي حالة واحدة، فعل واحد هو فعل الهبة، الثلاث كلمات بمعنى يهب، فيش مشكلة فيه. مشكلتي مع هذا لأنه الأربع كلمات أراد المترجم أن يفيدنا من كل كلمة تغطية حالة معينة. يعني هيجي واحد يقول لي الآن alter تعني شيء في نوع من الاختلاف الطفيف بينه وبين amend، بين change بين modified، أقول لك آه. علماء اللغة يقولوا أن السيمانتيك أو الدلالة اللغوية تبعت كل كلمة من الكلمات المذكورة هنا تشير إلى حالة من الخصوصية، يعني تتعلق بحالة لها نوع من الخصوصية. لما بقول لك أنه you can alter something بقدر تعدل شغلة، alter معناتها أنه بتقدر تجري عليها تغييرات كلية بتمس الشكل، بتمس الشكل فقط. لكن لو قلت لك you can change it معناته أنت بتقدر تغيره وتجري عليه تغييرات كلية لكن جوهرية تمس موضوع الشيء وليس مجرد شكله الخارجي، لا موضوعه. زي الشقة، لو أنا عملت دهان إلها من برا وشوية دهان على الحيطان من برا أدي بعتبره altering تعديل شكلي، لكن أنا ما مستش إشي جوا الشقة. حتى لو جوا الشقة دهنت الحيطان this is altering، لكن لو أنا هديت حيط داخل الشقة المتأجرها وبنيت حيط جديد وعملت فاصل اسمنتي وغيرت مكان المطبخ إلى آخره، هذا بسموه changing. فعشان نقدر تفهم alter معناته تعديل شكلي وكلي، change تغيير كلي لكن يصيب جوهر الشيء، amend لما أعدل حاجة للأحسن، التعديل للأفضل. وتعديل يعني نوعا ما، يعني متى كان التعديل للتحسين بسميه amending. modify هي تعديل طفيف جدا على الشيء، تعديل طفيف يطرأ على الشيء. الآن اللي صاغ العقد هذا الأجريمنت اللي موجود في المثال اللي على الشمال هان this agreement may not be، كان قصده أنه يا أخي ممنوع تجري ولا تعديل، لا كبير ولا صغير، لا طفيف ولا جوهري، لا شكلي ولا موضوعي إلا بموافقة خطية مسبقة. فهو لو قال لي this agreement may not be altered ممكن يفهم منه أنه يعني التعديلات الجوهرية أو الشكلية الكلية مش ممكن تجريها، لكن التعديل الطفيف ممكن أجريه. فهو بده يحط لي أربع كلمات عشان يحصر في كل كلمة حالة معينة، يعني كانوا بقول لي ممنوع كل أنواع التعديل. So it may not be altered, amended, changed or modified. عشان تكتبوهم عندكم، alter تغيير كلي يصيب شكل الشيء، و change تغيير كلي يصيب الشكل والجوهر معا، يعني اللي بيزيدوا عن الشكل انه جوهر الشيء زي ما ضربت لكم مثال على الشقة. التعديل للإصلاح والتحسين، يعني على سبيل المثال في بريطانيا لما بيروح الطالب يدرس في منحته حسب يعني إفادة بعض الطلبة إلي إنه ممنوع، شفت لو عندك حنفية وإنت قادر تغير الحنفية يعني المفتاح تاع الحنفية اللي هي البترول الرولة هذه اللي بتلف اللي بتفتح وبتسكر، حتى لو إنت قادر تشتريها من السوق وتعملها بكون كاتب لك في العقد you cannot amend anything in the flat. ممنوع تغير إشي، حتى الـ amending التغيير للتصليح يعني الإشي البسيط or any modification أو حتى تعديل طفيف تقوم فيه ممنوع. فبكون بالعقد مكتوب لأنه you cannot do any altering, amending, changing or modifying to the property. فهم بيحاولوا يغطوا كل الحالات عشان انت ما يكونش في عندك، لو كان العقد بكلمة معينة ممكن انت تستغل
التعديلات اللي ممكن تشملها الكلمات الأخرى، وتدعي إنه هذه الكلمة ما كانتش واردة في العقد، وبالتالي الألترينج معناته تغيير الكل، وأنا اللي قمت فيه مجرد تعديل طفيف وجوهري. فمن هذا المنطلق اللي بدنا نفهمه يا إخوان، إنه السلسلة أحياناً اللي بتزيد عن السلسلة الثنائية قد يراد من السلسلة نفس المعنى، زي السلسلة الثلاثية على سبيل المثال give, bequest and device، ممكن يراد منها تغطية حالات مختلفة لئلا يكون لأحد الأطراف ثغرة يدخل من خلالها إلى إجراء بعض الأمور بذريعة إنه اللفظ لم يكن يستوعب هذه الأمور. فهذا هو اللي كنت بدي أقوله بخصوص التركيبات التي تزيد عن الثنائية. في حاجة في اللغة الإنجليزية عموماً بنسميها الـ anaphoric devices، بدائل. بدائل اللي هي الـ anaphoric devices اللي نستخدمها عشان نتجنب التكرار في تركيب الجملة القانونية. يعني أنا أقول لك إيش بالعربي بعدين أنقلك للإنجليزي. لو أنا قلت لك يجب على المستأجر أن يدفع إلى المؤجر الأجرة في مكتبه. مكتب مين بالضبط؟ مكتبه، حرف الها هنا كضمير عائد على مين؟ مكتب المؤجر ولا المستأجر؟ الآن ممكن يجي واحد يقول لي ضمير في اللغة العربية يعود على أقرب مذكور، فبالتالي مدام قال لي المؤجر المستأجر يدفع للمؤجر في مكتبه، إذن الها عائدة على المؤجر، إذن هو مكتب المؤجر. وأنا ليش أوقع؟ يعني في الترجمة القانونية من كتر ما هي لازم تكون دقيقة، مش لازم أنا أحط نفسي في هيك مواقف، إنه أنا يصير في عندي تساؤل من الوثيقة which office, the office of the lessor ولا the tenant، عشان نفهم. فهو بيقول لي في القانون بيتم استخدام anaphoric devices، استخدام بدائل معينة عشان أتجنب الريبيت اللي ممكن يصير، أو التضارب اللي ممكن يصير في فهم الشخص للوثيقة القانونية. فعشان هيك أنصح في الترجمة القانونية بأنه يتم الابتعاد عن استخدام البدائل أو الأساليب البدلية زي الضمائر وأسماء الإشارة أو verb to do زي so do I. يعني مثلا يقول the tenant shall pay the مثلا خلينا نقول the rent to the lessor في الموعد المحدد، وبعدك يقول لي and so do the tenant so do the lessor as he is required to do something. كلمة سودو هذه مش كثيرة الاستخدام لما تؤدي إليه من إرباك ولبس في المعنى. فعشان هيك هذه البدائل الـ anaphoric devices اللي زي أسماء الإشارة و his office و her office بتم الاستعاضة عنها ببدائل معينة. من ضمن هذه البدائل إنه أكرر نفس الكلمة بدلا من استخدام ضمير يعود عليها. يعني زي لما أجي أقول يجب the tenant shall pay the rent to the lessor at his office، بدل ما أقول his office وأوقع في المشكلة، at the office of the lessor، كرر كلمة lessor ولا تكتب لي his، خلاص كررها، كرر نفس الكلمة عادي جدا. المهم ما تروحش تستخدم الضمائر هذه. استخدام which كضمير وصل زائد الكلمة اللي أنا ناوي أعيدها، زي لما تقول all applications shall be submitted to the compensation office، which office will hear them accordingly، والمكتب حيقوم بقراءتهم اتباعا. طلع ايش قلت؟ the compensation shall be submitted to the compensation office، وبعدين قلت which compensation office will hear them accordingly، will read them accordingly. استخدمت which وعدت كلمة compensation office، عيدها فيش مشكلة، ممكن تستخدمش anaphoric devices. استخدام كلمة the said، the such، the same، قبل بالمحاضرة اللي فاتت استخدمت كلمة the same وقلت لكم said و same ممكن نستخدمهم كلمات يكثر استخدامها للبعد عن الأنافوريك ديفايسز. استخدام الضمير it كضمير محايد، بدل ما أقول he or she بستخدم it. يعني when the tenant notifies the lessor of something it بمعنى he it shall do something،
it هنا بمعنى انه هو او هي، بس بستخدمش he or she. اوكي، هيجي واحد يقول لي الان انت قبل شوي قلت ما نستخدمش الضمائر، ما تستخدمش هو شي، لكن كبديل استخدم it. شوف ايش بقول لي، طب افرض كان ذكر، طب افرض كان انثى. انا حاعطيكم مثال امثله. الان انا عندي يدفع المستاجر الى المؤجر الأجرة طبعا في مكتب المؤجر. طلع ما قلتش يدفع المستأجر إلى المؤجر في مكتبه. ليه؟ لو قلت في مكتبه حتوقع في مشكلة. فلا، بقول إنه في مكتب المؤجر، كررت الكلمة حتى في العربي كررتها. تقدم كل الطلبات إلى لجنة التعويضات التي ستقوم، اللي هي لجنة التعويضات يعني، التي بقدرش أقول which لحالها، لازم أكرر الكلمة which، لجنة التعويضات التي ستقوم بمراجعتها. اتفق الطرفان المذكوران، بدنا نقول the both parties، أنا the said parties، على أنه في حال تحمل المقاول لأي مصاريف إضافية يأخذ رب العمل ذلك في عين الاعتبار، أو يأخذ رب العمل في الاعتبار تلك المصاريف. ما قلتش يأخذ رب العمل في الاعتبار، أو يأخذها رب العمل في الاعتبار وخلص وما عرفتش إيش هي، لا، كرر كلمة تلك المصاريف. إذا رفض المالك إعطاء الموافقة فإنه يقوم بإعطاء المستأجر بيانا كتابيا يوضح فيه عاد أسباب رفض الموافقة. تعال نشوف كيف بالإنجليزية ممكن تكون. أول شيء the lessee shall pay the lessor at the office of the lessor. كلمة علمهم هنا بالأحمر، كلمة lessor مكتوبة وكررها ما في مشكلة. أما تروح تقولي the lessee shall pay the lessor at his office، طب أوفيس مين بالضبط؟ فنفس موجود في العربي كررته بالإنجليزي. All claims shall be submitted to compensation commission. Which commission؟ عادها which compensation commission ستنظر will review the said claims. في عندي claims، بدل ما أقول the claims خلاص بقول said claims، يكثر استخدام كلمة claims. بدل ما أقول or review those claims، لأن قلت لك those من ضمن الإشارات والاستخدامات التي لا يمكن استخدامها ولا يجب استخدامها. Such نفس الحاجة، the said parties نفس الإشي. Which statement؟ هنا لما قلنا if the owner refuses to give the consent it shall give to the tenant. إذا كان التننت هو الواضح، it عميم بدها تكون عائدة على الأونر. الأونر ممكن يكون رجل ذكر أو ممكن تكون أنثى، فليش أقول he shall give أو she shall give؟ خلاص بستخدم it. it عائدة على الأونر فبستخدمها كضمير، بس بدون ما استخدم he وshe، بستخدم it كضمير محايد. shall give the tenant a written statement، لازم يعطيه written statement، وهذا written statement حتبين الأسباب. which statement؟ عاد which زائد الكلمة مراد استخدامها مجددا، اللي هي شايفين هذا المثال الأخير which statement اللي هو يندرج ضمن الحالة رقم 2، استخدام which كضمير وصل زائد الكلمة المعادة. استخدام ضمير it كضمير محايد هيها موجودة في المثال الأخير it shall give. استخدام such و said اللي هي موجودة ضمن الحالة الثالثة. هيجي واحد الآن يقول لي طب يا أستاذي ماهر، يعني أنت مش شايف أنه هذا الإشي يعني في إرهاق للمترجم، وأنه طب ما خلص أحياناً ممكن يستخدم هي وشي، يعني وين المشكلة؟ ممكن يستخدم بدل which statement يقول يعني زي هنا مثلاً، شوف المثال هذا to the compensation which will عطول. ليش تستخدم which compensation؟ شوف هاي الأساليب اللي من خلالها بدنا نبعد عن الميتافوريك او الانافوريك ديفايسز. ميتافوريك هذا شيء ثاني، ميتافوريك معناتها الاساليب المجازيه، الانافوريك استخدام البدائل معناتها، بس الميتافوريك زي التشبيهات والاستعارات هذه بسموها ميتافوريك ديفايسز، لكن هنا انافوريك معناتها الضمائر واسماء الاشاره وغيرها البدائل. يعني شوف هدول اليوم هناك ميل في علم الترجمة القانونية إلى الحد منهم والتخفيف من مثل هذه القيود، عشان هيك القيود الواردة على مسألة عدم استخدام البدائل وتجنب استخدامها بدل فقه يعني
يخفف منها بشكل كبير، لدرجة أنه صار يستخدم الضمائر، صار يستخدم which والفعل مباشرة بدون ما يكرر الكلمة اللي هي subject، وأصبح يستخدم لكن كلمة said و above mentioned و such وهذه ما زال استخدامها قائما. يمكن القيود بدأت يعني يخف استخدامها على القيد الأول والقيد الثاني والقيد الثالث اللي هو it، لأنه it مش معقولة أن أنا أستخدمها، it لغير العاقل. فيعني بالاتفاق يعني سيرا على قواعد اللغة الإنجليزية العادية، فقالوا أنه بلاش it، استخدموا he وشي. أنت مطلوب منك أنه تعرف تاخذ كفكرة أنه تجنب استخدام البدائل. أنا بالنسبة لي عشان يكون أسلوبي وصياغتي قوية بفضل أني أنا أستخدمش بدائل الأنافوريك ديفايسز، بفضل هيك، لأنه هذه الأنافوريك بدائل الديفايسز it resulted in problems not regarding the formulation of the contracts but also to the legislative documents even the laws. في قانون العمل المصري لو انت فتحته في مرة من المرات كانوا يحطوا درافت بالإنجليش لهذا القانون عشان في حالات تنازع القوانين يقدر القاضي الأجنبي يحيل على هذه القواعد. لما حطوا ترجمته كان في مشكلة بالأنافوريك ديفايسز، انه احيانا كانوا يستخدموا ضمير، فالمشكلة تصير انه من خلال هذا الضمير ما عرفش على مين عائد، رب العمل ولا على العامل، خصوصا في النص المتعلق اذا توصل العامل الى اختراع اثناء العمل فان ملكيته تعود لمين، يستطيع الاستفادة او تكون ملكيته له لمين بالضبط، رب العمل العامل. تابعوا هذه المسألة، دوروا على النص حتشوفوا انه كان في مشكلة عند عملية ترجمته. هذه حقيقة يعني ممكن تبحثوا عنها من خلال الانترنت وتشوفوا ايش اللي انا بقصده بالضبط. بتمنى لو عندكم اي تساؤل اي حاجة يعني انتم متصعبين منها انه تتركوا لي اياها في الفورم المتعلق بالquestions and answers، تركته في بداية صفحاتكم على المودل، في كل مساق حتلاقوا في فورم ممكن تحطوا اي سؤال اي مشكلة بتواجهوها اتركوا لي اياها. لو مش في الفورم بامكانكم برضو تتركوها هنا عبر تعليق وأنا راح أرد عليها بأسرع وقت ممكن. هذا كل ما كنت أريد قوله، أترككم الآن في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.